جان بيك، جبت لك الجاكي. ايه الشهادة وين؟ مو موجودة؟ يمكن تكون وقعت. برجع بسألك عنها إذا بتحب. لا مو مهم. مو مشكلة، برجع ما بتأخر عليك. لا لا ما ضل معنا وقت، بتعرفي تسوقي؟ بقصد معك شهادة سواقة؟ ايه معي. خلص معناتها أنت بتسوقي. أنت مستعد؟ شو بكون؟ ريهام شو عم تساوي؟ معقول تتركي الدركسيون؟ لك انتبهي شو هاي؟ طيب بعتذر، عصبوني. ما تواخذني، آسفة جنبك. لك عم تسوي بسرعة 40 بطريق سريع، والله جننتي العالم، شوفي الطابور اللي صار وراكي، الناس مستعجلة على شغلة وأنت عم تتمشي وتسوي على مهلك، شو هالسواقة هي ريهام؟ حدا بيمشي هون 40؟ ليك يعني صراحة معي فوبيا من السرعة، ما فيني أسرع أكثر من هيك. يا ريت لو ماشي 40 صرتي 20، ما بتعرفي انه هالشيء خطير وممكن يصير حادث، لانه العالم اللي وراكي عصبت وطلع جنانه، جبرتيهم يتجاوزوكي وهذا الشيء كثير خطير. ليكي قوي قلبك شوي، اذا بتريدي بدك تدوسي بنزين لو سمحتي، مفتوح الطريق قدامي. في مشكله بدعسه البنزين؟ مو ظابطه بنو. انت مين قال لك انه مو ظابطه بنو؟ بس قوي قلبك ودوسي منيح على البنزين، ما تخافي دوسي بقوه، قوي قلبك يلا. ماشي رح رد عليك. لك ريهام شو عم تساوي؟ ما عندك حل وسط؟ قلت لك قوي قلبك بس مو لهي الدرجة، هلا بيطلع شي بوشك ومنروح فيها. شبك جنبك؟ ما صدقتني وقت قلت لك الدعسة مو ظابطة. مو طبيعية، أنت أكيد جنيتي، اهدي هلا، فهمت إنك مجنونة، مشي الحال. بدك تروحي من هون، على اليمين. لك يا عيني ما سمعتي قلت لك على اليمين؟ ما بحب هالطريق جنبك، في قدامنا لفة ثانية، بروح منا طمّا. سلام. شو جابه؟ ما بعرف. معقولة رجعت؟ كيفك؟ ليش عم تطلعوا فيني هيك؟ أهلين. ليش اجيت؟ ما بتعرفي ليش عملت هيك؟ مجبورة يمكن. ما بعرف. ها ليك جاية. عن جد؟ مرحبا، كيفكن؟ شو عم تعملوا؟ شبكن عم تطلعوا فيني بهالطريقة وكأنكن ما بتعرفوني بالمرة؟ نحن اندهشنا مو أكتر، ما بعرف ليش اندهشنا لما شفناكي، ما في شيء هيك من دون سبب. ليش عم تقولي انه من دون سبب؟ في سبب بلا، لانه انت وحده جاسوسي. انت ليه عم تقول عني هيك؟ وليش لحتى ما اقول هيك؟ اجا فريق على الشركه مثل الاف بي اي وفتشوا الكمبيوترات من الصبح للمساء، حملوا برامج وحذفوا برامج وضلوا عم يعملوا هيك، يعني هن ما ملوا ابدا لحتى قدروا يرجعوا من كل الكمبيوترات الايميلات المحذوفه. وبعدين رح اختصر لك، لقوا ايميل مبعوث لألين من اللابتوب تبعك. لوريس ما بيصير تقاطعي كلامي، وخاصة لما أكون بقمة انفعالي، مو حلوة منك تسكتيني. لأنه ما بتسكت. أنا بحلف لكم إني ولا مرة بعتت ايميل لألين، والله العظيم. أنتوا لازم تصدقوني، أكيد في حدا بعتلها من عندي لحتى يورطني بهالقصة. صدقوني مو أنا. مو أنتي واثقة؟ أكيد مو أنا جيجي، معقولة تشك فيني؟ كنت متأكد، بعرف إنه مستحيل تعمليها، وقلت لرفقاتنا هذا الكلام، بس شو رح تعملي؟ أنت ما فيكي تسبتي لهم وبدهم يقلعوكي من هون، نحن لازم نساعدك، لازم ندبر لك وظيفة تانية، يا روحي اقعدي بالبيت. جيجي، هالكلام الفاضي أوعك تقوله مرة تانية، لأني بورجيك شي ما بيعجبك، عم تفهم؟ لوريس مين قالكن هالمعلومة هي؟ أبو عيون كبيرة وشعر منكوش اللي جاي من كوكب تاني، عرفتيه؟ ناظم يمكن. ناظم إيه إيه إيه. IT الشركة. كملي. هو اللي قال هالحكي، ما بعرف. ليك على هالحكي، طلع مانو سهل هالناظم.
بتشوفوا شو رح أعمل؟ هذا أبو أربع عيون، والله لندمه على اللي قاله. أمير بيك بالمكتب؟ رح تسمعوا الأخبار. ماشي. والله مع هيك ماني مصدقة، يمكن تتفق مع ناظم، شو بيعرفنا؟ لا تصدقي كل شي بتصيري هبلة. مظبوط. إيه صح، الحق معك مظبوط. صار شي كأنه؟ صار شي كأنه. طبعا صار شي. اساسا انا كنت عم بستنى انه يصير شي، شغله واضحه من اولها. بظن بنشر الدولاب. تفضلي لنشوف. ايه مثل ما توقعت. ايه برافو علي، كفك يا شوفيره. هنيكي. شو بدنا نعمل هلا؟ بدك تعطيني الكريكو من الباجاج لو سمحتي. الكريكو؟ الكريكو، يس. بس بدي مفتاح الباجاج جنبك. طيب. بعتذر، بدي عزبك. يسلم ايديك. الكريكو. ليكو. الكريكو بعرفك. خلص انا بحلها. طيب يسلموا. منحكي بعدين. ليلى؟ أمير بيك؟ أنت شو عم تعملي هون؟ أمير بيك، حضرتك نسيت أنه أنا موظفة بالشركة؟ إذا ما قلعتوني طبعاً. أنا مو هيك بقصد بالضبط. اتفضلي، بعتذر منك بس مضغوط شوي بهي الفترة. أمير بيك، أنا سمعت بالحكي اللي قالكن يا آي تي الشركة، بس أكيد أنتم مو مصدقين هالحكي، ما هيك؟ على الأقل أنت لازم تكون متأكد أنه أنا ما بعمل هالشي. أمير بيك، بعد الفحص قالوا من اللابتوب تبعك انبعت الايميل. بس بحلف لك انه مو انا اللي بعته، وانت المفروض تصدقني. انا متاكده انه في حدا استعمل لابتوبي مشان يبعت منه هالايميل، وهو رح ينفذ بعملته وانتو حتحملوني اياها لإلي. ليش ما بعرف، بس بحلف لك انه انا ما بعتت شيء. رح ابعت لك اياهم بايميل من عند ليلى بعد شوي، تمام؟ لما يوصلك خبريني لاحذفه عندي. اتفقنا. طيب ليلى خلص روقي، صدقيني أنا بوثق فيك كتير، ولهيك بدي أوعدك إنه بأسرع وقت رح نمسك اللي عمل هيك، تمام؟ تمام. يلا روحي على البيت، إذا عارف جان إنك إجيتي لهون رح يعصب. ماشي ليلى؟ ماشي أمير بيك، بالإذن منك. مع السلامة. شو هاد؟ فتونتاش ما بتلبس هيك، حرقوا. حاضر إلين خانو. نعم حياتي. إلين، أخي عرف إنك أخذتي له الشغل. من شوي طلع لأقوى يقنع فتون. طلع على الفاضي، ما تخاف، مستحيل ترضى فتون توقع معه. أنت متأكدة؟ تعرفي أخي منيح مو هيك؟ مستحيل يرجع قبل ما ياخد الشغل. بس مو هالمرة أمير، أنا مسكت فتون من الإيد اللي بتوجعها. جمالها نقطة ضعفها. أنا هلأ مشغولة عم أختار الثياب اللازمة. إيه طيب. Thank you.
مو لابسة محبسك اليوم؟ شكلك مو مهتمة لزعل خطيبك؟ لا بس يعني الشوب كتير اليوم كنت لابسته بس لما شوبت كتير شلحته. اها شبك؟ شوب كتير ولا لا؟ نمشي؟ تعي الحقيني هون اريح لك تفضلي. مع انه سواقتي منيحة بتطير العقل. ليلى 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 استني عم احكي معك. شو بكي؟ شو بدك؟ شو في؟ احكي لي امير بيك شو سوا قلعك مو؟ كيف بتساليني هالسؤال لوريس؟ لا تكوني حاطه عينك على منصبي وحابه يروح لتاخدي مكاني وتصيري مساعدته. ليش لكون مساعدته بوجود جان؟ يا عيب الشوم عليكي، حبيت اعرف شو صار معكم من شان ساعدك، بس بعد هالحكي ما عاد دخلني. هو ما قلعني لوريس، تمام كوني مطمنه. افهمنا ليلى خلص ما قلعك، بس شو صار معك؟ فهميني طيب. قال لي امير بيك انه رح يحكي مع اخوه بالقصه وكل الامور رح تتصلح. وبراءتي رح تظهر إن شاء الله. وهداك أبو أربع عيون اللي اسمه ناظم بتشوفي شو رح أعمل فيه. يعني الصراحة ما في أحلى من هالطريق تبعك. لا اللي صار معنو بسببي، سيارتك مو منيحة. ايه لا وكملت ما في تغطية هون. ايه وشو رح نعمل؟ ولا شي منمشي. كيف بدنا نمشي بالغابة؟ ما منعرف الطريق رح نضيع. ليش ما مننطر هون؟ مين بدنا ننطر هون ريهام؟ ليكي فيكي توثقي فيني أنا بفهم بالاتجاهات منيح. هاتي الجاكيت لو سمحتي وبطريقك جيبي المفتاح كمان. اف شو هالمصيبة. أنا بوثق بحجر بس ما بوثق فيك. يلا جاية خليها بعدين منجيبها. تفضل امشي لشوف. اوعي توعي. انتبهي حطي رجلك هون وانتبهي منيح من الطين. ما لقيتي تلبسي بوط أبيض إلا اليوم؟ يا زهرة العنكبوت اللي هون حلوة كتير. مو حاسة إنه الوقت هلأ مانو مناسب لهي الشغلات يا أنسري ها؟ إيه بس جنبك هذا النوع من الزهور نادر يعني مو بسهولة بيلتقى، معلش آخذ منه شوي؟ شو بدك تعملي فيه؟ بدي أعمل منه عطري المفضل. يعني العطر اللي بتحطيه بتعمليه بإيدك؟ ممتاز والله. إيه بس عطري أنا أحسن بكتير من اللي منشتريه من المحلات. وبعمل منه كريم شغل ايدي. لهيك انت مختلفه معناتها. عيد شو قلت؟ ولا شيء انسي. يلا اطفيهم خلينا نمشي. تمام رح خلص. في دبان كتير لاحظت وبيقرص كمان. صباح الخير عمي نهاد. أهلين مصطفى. أهلين يسعد صباحك. تفضل نهاد. يسلموا.
ما لقيت زبون للمحل؟ بلا، في هذا الشاب ابن عمه لسمير، بس بتوقع انه ما معه كل المبلغ. ايه وشو فينا نعمل له مثلا؟ بنعتذر والله، شو بنستفيد اذا نحن مديونين بحق البضاعه يلي مكومه؟ شوف اذا ما دفع لنا كل شيء، لا مستحيل ما بنعطيه المحل لا يحلى. وكمان في رفيقه لجلال عسكري وقال عم ينطر خبر من البنك العقاري، انا هيك فهمت منه. ما بنعرفه، يعني مستحيل نبيعه. شو بيعرفنا؟ بلكي هاد كان واحد حرامي او مجرم، نحن مو ناقصنا، مستحيل نبيع المحل لناس ما بنعرفها. طيب معناتها من هلا رح اصير اقول للزباين يجيبوا معهم اخراج قيد ولحكم عليه وبراءة ذمة وتقرير طبي. الحق معنا نطلب كل هدول الشغلات، مرتي بتخاف يكونوا اعضاء بعصابة مافيا. لانه لا تزعلي عم بمزح معي. نهاد. نعم. خلينا نقول للي بده يشتري ما يغير اسم المحل. ايه وعدني، وعدني تطلب هالشي. وعد. وبقول له كمان انه انا لما اجيت على هذا المكان من 30 سنه ناديت لوحده ليلى مع اني ما كنت بعرف اسمها، وبعدين حبينا بعض وتجوزنا وسميت اول بنت جابت لي اياها بهذا الاسم، ولهيك اسم المحل مهم كثير. وبقول له لا تغير الاسم لو شو ما صار. تمام. يلا غني لي الغنيه تبعنا. لا مو لهالدرجه هي. لك هلا بيسمعوا العالم. ما بيسمعوا نهاد، من زمان ما غنيت لي غنيتنا، غني لي شوي. طيب طيب يلا طيب، بس مره واحده اتفقنا؟ اتفقنا. ليلى. ليلى بنتي شوفي، تعي لشوف مين مزعل اميرتي الحلوه. اه قولي حبيبتي. حياتي المهنيه انتهت. اه شو هالحكي حبيبتي، لساتك باول الطريق، ما في شيء بينتهي، اوعك تفكري هيك. مو تفكير، انتهت عن جد بابا. ليلى اسمعيني لقلك، شو رايك انا صير مدربتك الخاصه؟ صدقيني اني رح فيدك كثير، بس انت وثقي فيني. ايه طيب بلشي، ما عندي شيء اعمله اساسا. يلا امشي. لحظه بس، بالاول بدي اشوف مواعيدي، يعني بتعرفي بدي اشوف اذا عندي زباين ما فيني اتاخر عليهم. والله في عندي زبون اليوم، بس افضى بتصل فيكي. تمام اكيد وعد. يلا بالاذن. تشاو. شو يعني تشاو؟ تشاو يعني بخاطركم بالايطالي، انا متعلمتها جديد. اه ليكي خليكي وراها لهجيهان، بلكي بتتعلم الايطالي بنتي، والله منيح وبتلاقي شغل محترم. فكره حلوه صح. وبالنسبه لريهام هلا عم تشتغل شغل محترم وحلو. بتقبري قلبي فرديه. شو رايه الحلو؟ صب له شاي دخيله يقبرني. جانبيك كانه نحن ضعنا، ما هيك؟ يعني من شوي قلت انك بتعرف الاتجاهات ومع هيك ضعنا، فهمني ليش. ممكن اكيد بكره حيلاقونا فرق الانقاذ تحت شي شجره وعلينا طحالب اذا ما اكلونا الدياب. اه اوتيه عن جد انت فظيع. لبين ما احكي مع حدا يجي ياخذ السياره انت فوتي على الاوتيل. تمام ماشي بطل. بدنا حدا ينزلنا شغل. هلا دوركم؟ ايه دورنا. مرحبا يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا يا انسه. شكرا لك. بدي احجز عندكم جناح لاجتماع السيد جان ديفيت. تكرمي يلا ثواني. جان ديفيت؟ رح ينزل بهذا الاوتيل؟ ايه بس مين حضرتك؟ انا بكون فوتون تاش، انت مساعدة جان ما هيك؟ ايه انا بكون مساعدته. على فكرة أنا شايفة صورك بكتير مجلات، بس والله بصراحة ما كنت متوقعة أنك حلوة لهالدرجة. بظن أنه إقامتك هون خلصت وعم تسلمي ما هيك؟ إيه بنصحك تسلمي فوراً وتخلصي من الزحمة. أنا بوصل لك سلامك لجان بيك حبيبتي. لو سمحت مشيها للآن سيفتون بدوري. تكرمك. لازم تروح لأنه بس ثانية بس ثانية. هلأ فوراً بتلغي التذاكر أوكي؟ بدي ضل هون اليوم. أنت شو عم تعملي فتون؟ جان ديفيت هون رح ينزل لك. هاد جان ديفيت ولي على قلبي، رجولة، ذكاء، وغنى، وأعزب كمان. فهمتي هلأ يا روحي؟ إذا بتريد خليهم يرجعوا الشنطة، رح نضل هون اليوم. تكرمي يا كيف طالعة؟
كالعادة بتاخذي العقل ليكي. لا تنزلوني يعني لا تواخذيني، بس متأكدة إنه صحتك منيحة؟ طبعاً أنا ممتازة، لأنه مبين التعب عليكي ومخطوف لونك، حتى إيديكي مصفري ليكون فيكي شي وأنتي ما بتعرفي. شوفي الفرق بين لوني ولونك. لا تصدقي، لا شايفتك بتجنني وكتير فريش مثل العادة يعني. ما هيك أحكي مع قسم السبا وخدي لي موعد فوراً. جنبك قديش رح يبقى؟ أسبوع يمكن، معك وقت بتشوفي قد ما بدك. شبك ريهام؟ شوفي. ولا شيء، جانبيك اللي سويناه راح على الفاضي، فتون من شوي مشيت من الاوتيل وبتسلم عليك كثير، ما عاد في داعي نضل. لا لساتها هون، لانسى فتون جوا بالاوتيل، غيرت رايها، هدول الشناتي إلها. معناتها رح فوت. السويت جاهز يا بيك. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي فوت فورا على الحمام، مو طايق ريحتي. هاتن لقلك، هات المصاري. ليش؟ طالع لك تسأل مشان تتعلم ما تحشر حالك بحديث ما بيخصك، انت ما بتستاهل. ليش ما باخد تيابه وبهره؟ والله فكرة فظيعة. لك هذا الوشم مو ألباتروس؟ اللي واشمه طير ألباتروس؟ لك العمى شو خطر لك؟ هذا الوشم صار له زمان ريهام، شبه؟ واشمه من زمان؟ إذا هيك معناته مجرد صدفة مو أكتر من هيك. صراحة يعني مو معقول تكون صدفة عادية وبس. لازم تحكي مع فتون، حاكيها وخدي منها موعد. ايه طبعا، بس انا بالاول رح اخذ ثيابك لنظفهم تنظيف على الناشف، بيخلصوا اسرع. بدي فوت الدواش على السريع، يعني ما فينا ننظفهم نحن بشي فرشايه او شقفه مبلوله او هيك شيء مثلا، بخاف يتاخروا فيهم وما بدي استنى. لا ولا يهمك، ما رح يتاخروا كثير، اساسا فتون في عندها شغل وبدها ساعتين تقريبا، ولبين ما هي ترجع بيكونوا صاروا جاهزين. اذا هيك تمام، خديهم بس بسرعه. ايه طيب ماشي، لا تضل مثل زيوس واقف. روح الدواش يلا. خلص عندي. يعطيك العافية. أهلين. قديش بدهم هدول 306؟ بيكونوا عندك بعد ربع ساعة. شو؟ ليش مستعجل؟ نظفهم على مهلك، أنظف إذا على مهل، لازمين هدول التياب المساء. لا تاخذهم قبل. مرحبا، الأنسة فتون طلعت على الغرفة؟ عم تساوي مساج. طيب ممكن تخبريني أول ما تطلع من جلسة المساج؟ ما فيكي ما؟ ما مشكلة، معناته أنا برجع لأشوفها. شكرا كتير. وينك أنتي؟ بأقوى، بتعرفي في أكشن على طول. يا الله، شو عم تعملي هنيك ريهام؟ احكي. هاي ريهام، امتى رح ترجع؟ سلميني عليها وقولي لها بيسلم عليكي. زبرجد مو؟ لا مو زبرجد، لا يلا كملي. طيب، جان بيك جابني معه على أوتيل، وما فيني فوت على الغرفة هلا لأنه هو من دون ثياب. العمى، شو؟ مرة أنتي ومرة هو؟ شو اللي عم يصير معك؟ لك جان بيك بده يبيع الشركة، هذا هدفه هلأ، بدي حاول بأي وسيلة أنه أعمل شغلات تمنعه. ولك حتى فتون تاش ما عم تفكر بالشغل بنوب، عم تفكر كيف بده تطبقه. جيهان لو تشوفي هالبنت ما أجملها، بتعرفي عرضت أزياء طبيعي بس محسوبتك. أخذت له تيابه لجان بيك كلياتهم على التنظيف وهو مو لابس، وإذا مو لابس فهميني شلون بده يطلع من الغرفة وهيك. لك لا شوفي شبكي. ألو ألو شو الموضوع؟ شوفي جيهان، شوفي والله خوفتيني. هلأ وقتك حل عني يا ما دخلك. جنبك ثيابك. أيوة. تفضل خدهم. باخدهم أنا. طيب استناني بس شوي. ماشي. ما بيستاهل مصاري. تسلم وعزبتك. شكرا كثير يا بيك. تفضل جنبك. يعطيك العافية، أنا حقلبس. خد راحتك.
هاتن. ليش يا خانم؟ المصاري اللي شو بدك فيهم؟ أحيط. شو هاد يا؟ ما تعذب حالك أنا بريد. لحظة. ألو؟ مرحبا جان بيك. معك رولا مديرة أعمال فتون تاش. فتون خانم عرفت إنك بالأوتيل وحابة تعزمك على فنجان قهوة، شو رأيك؟ أكيد بتشرف، أنا أجيت لهون لقابل فتون خانم، أنت بتحب؟ جاي مشاني، جاي مشاني. بيخلص شغلنا بعد شي ساعة تقريباً، وأول ما نخلص منتصل فيك، أوكي؟ طيب أنا بانتظار تليفونكم، تمام؟ تمام، منشوفك لك. يس. يلا خلينا نلحق. ما توقعت يتصلوا فيني هنن، عن جد برافو عليك ريهام. أنا رح روح أشرب لأنه نشف ريقي. شو مطول لتخلص؟ لسه شوي، في أسئلة كتير عم جاوب على اللي بعرفه، بس إذا ضل وقت برجع على بقية الأسئلة. جيهان ما دخلني بالضرايب، لشو بدي جاوب عليه هون؟ شوف، بيسموها استمارة الزباين، تمام؟ بس الزباين يعبوها، بصير بعرف عنهم أكتر وبقدر حللهم مشاكلهم. أه. ورجيني، ليش تركت هون فاضي؟ السؤال عن جواز السفر وأنا ما عندي، وبعدين أنت بتعرفي عني كل شيء، صار لنا 20 سنة وشنا بوش بعض كل يوم. زبرجة، أنت بتحب ريهام مزبوط؟ لك شو هالسؤال؟ أكيد وبموت فيها كمان، لك أنا على قد ما بفكر فيها بحس راسي رح ينفجر. أول قاعدة معناها، اسمع، ما بتعترض بنوب. والقاعدة الثانية، لما جيهان بتقول شيء بيكون في مبرر عندها. والقاعدة الثالثة، كل اللي بتقوله جيهان بيكون مزبوط. والقاعدة الرابعة، إنه الدفع كاش. وحتى مني معقول؟ تفضلي. وهلا فينا نقول اتفقنا. اتفقنا لكان، احلى كوتش بالكون كله. خليه يلا بعدين. تمام يا بيك. انا ما بحب اعطيهم كل شيء من الاول. ما بتعرف شو بصير. دخلك شو مطولين هدول؟ والله علمي. عفوا. ما بصل. بدي اتصل تليفون بس كانه ما في تغطيه هون، وين في تغطيه منيحه؟ ما بعرف وين. خود. والله مرات بتكون منيحة ومرات بنوب، ما بعرف وين بتكون منيحة هون. يسلم، واستفدت منك كتير. بس هيك كتير؟ فهمت عليك. بس يعني مثل ما قلت لك، نحن لازم نعمل شوية تعديلات بديكور البيت. ألو؟ قبل ما يجوا الجماعة. أمير بيت؟ خليكي معي. عفوا مدام، بس ثانية، بعديلي. الو الو، شو بكي؟ لو سمحتي روحي لبين ما خلص مكالمتي. بس شكرا كثير لك. شو قليلة تزوري. الو، لا مو انتي. امير بيك، ليك انا منعته لجان بيك من انه يلتقي فيها، اي بس المشكله مديرتها حكت معه وانا ما عاد فيني سيطر على شيء. هلا يمكن ارجع سيطر، لانه خطرت على بالي فكره وان شاء الله رح تزبط معي. الله معك، لا تواخذيني. عادي عادي. لا، بكل صوره ما في ولا بنت معه. أفريقيا والمصايب اللي فيها، وفي عنده صور للمهاجرين وصور للطبيعة. واثقة إنه هالشاب سينجل. أنا مو مصدقة لهلا، لك الشاب عم بيقول إنه إجا لهون بس مشان يشوفني. بتوقع ما قدر ينساني. كيف يعني؟ ليش أنتو من قبل تقابلتوا؟ يعني ايه، بأوروبا وبأمريكا أكتر من مرة صدفته. هو ما حكى معي، بس برأيي متأثر فيني. عالمتأثر. لك فتون؟ مو هاد جان ابنه لرجل الأعمال صاحب الوكالة الإعلانية؟ ايه هو. شو فيه يا رولا؟ لك عم تسأليني شو فيه؟ مو حضرتك اليوم لغيتي اتفاقك مع هذا الزلمة؟ بس لحظة، فهمت، بظن إجا لهون مشان يقنعك، مو هيك برأيك؟ والله يمكن. مو هيك، هاي الأمور مو كتير مهمة عنده. هو فنان مشهور بالتصوير، يعني عظيم، مو بحاجة حدا. هو طول وقته مسافر، بيجي على اسطنبول يومين بالشهر. ممكن، بس أنا بظن رح يحاول يقنعك بالشغل.
يعني إذا جاي مشان يقنعني بالشغل خليه يقنعني. نحن شو خسرانين حبيبتي؟ طبعاً بنوب خسرانين. يا الله ليش هيك رولا؟ حاسة إنه إيدي من هون سمنانين شوي. ما بعرف ليش اليوم حاسة إني سمينة وبشعة كتير. معقول زاد وزني؟ لا أنت شلون بتقولي عن باربيتي كلام مانو مزبوط؟ ورجيني؟ بتاخدي العقل والله. أنت ما في بجمالك، أنت فتون أهم عارضة بالكون. لك يا جيهان، يا جيهان، بس فهميني على الأقل وين أخذتيني. والله صرنا بعاد عن البيت كتير، عن جد خوفتيني. لهلأ ما بعرف ريهام وين ولا شو حكيتوا على التليفون، من حقي أعرف. المعلومة سر لوحدة رفقتي، يعني استشارتك ما بتتضمن هيك شيء. اللي أخذتيه مني مقابل شو لكان؟ مقابل الطريق لقلب ريهام. عن جد عم تحكي؟ أيه؟ وأخيراً فهمت معناها. قليلي أنا شو لازم ساوي؟ رح نحل مشكلة إيدك. هنن بيضلوا عرقانين وريهام بتقرف كتير من هاي الأمور. جيهان مو بس أنا، هاي مشكلة كل العالم. هاي إيد وبدها تعرق. ليش عرق الجبين منعتبره مقدس وعرق الإيد بدنا نقرف منه؟ أنا بحب حالي وكيف ما كنت كون. بس أنا وريهام مو معجبين فيك، لازم تتغير. لك شو قلت لك أنا؟ الاعتراض ممنوع أساساً. وصلنا لوين؟ وصلنا إيه؟ سكيني بيوتي؟ شو يعني سكيني بيوتي؟ سكيني بيوتي جمال البشرة. رح أعمل لك تجميل، ترك كل هاي الأمور علي. شو؟ بعرف شو بيعملوا هون، مش الحل واحد مصاري. إيه بس بتطلع أحلى. ليكي شو كاتبين؟ عناية بالبشرة قال. من لما وصلنا وأنا عم أفكر بهاي الأمور، شوف الكراسي والكنبايات والموبيليا وكل هدول الشغلات. يعطيك العافية. الله يعافيك. طلعي على الزهور يلي جنبك، برأيك مين اللي جايبون؟ هدول مصنوعين خصوصي لهذا المكان، بتعرفي هذا الشيء؟ شوفي قديش في لوحات غالية على الحيطان، هذا كله مو حقه مصاري، من وين جابوها برأيك؟ جابوها من فاتورتي أنا وغيري. لك أنا بعرفهم منيح، هاتي لشوف قليلي كلامي مزبوط ولا لا. طبعا مزبوط شي أكيد، أنا والهبلان يلي مثلي. لك قديش أنت بخيل زبرجد، والله مو مصدقة. العمى ما أبخلك، أنا كل هذا الشيء عم ساوي كرمالك. لك اعملي كرمالي شغلات تانية، غيري صورتي بعيون ريهام مثلا وخليها تحبني، ما تضيعي وقت على ايدي. واذا بيعرقوا شو هالمشكلة يعني؟ عادي، يمكن لانه شوب عم يعرقوا. ايه بجوز شوب، والله شوب. اهلا وسهلا. شكرا. اهلين فيك دكتورة. اهلين. بلاها. تحياتي. واضح انه انت المريض صح؟ بنوب انا ما فيني شي، مثل الحصان كل القصة، ايدي بتعرق كتير. ما تشيل هم ابدا، نحن بنقدر نحل لك مشكلتك باقل من 10 دقائق، بنستخدم البوتوكس لهيك حالة. بوتوكس قلتيلي؟ ايه بالبوتوكس طبعا طبعا. بس شو يعني جيهان؟ البوتوكس هو مادة نحن بنستخدمها منشان يمنعوا تعرق الايدين. ما في داعي تشرحي له، هلا رح يشوف كل شيء وقت يفوت لجوا. طبعا، بعدين انا واثق من خبرتها. ايه موزو شوف، انت رح تقعد هون، تفضل، خذ هاي المجلة تسلى فيها شوي لبين ما اروح وارجع. تمام. معلش لحظة لو سمحتي. بركي بتحاولي معها مشان تراعينا. معلوم رح حاول معها، لكن شو انت روق. اذا غالي ما تقبلي، انا عم اتعب بهدول المصاري يا جيهان. لا تواخذيني بعتذر دكتورة. شوفي صديقي عنده فوبيا من الابر، يعني بغيب عن الوعي اذا شاف ابرة. حابة اعرف اذا في شي طريقة بتستخدموها بالعادة منشان المريض ما يشوف الابرة، في هيك شي ولا صعبة؟ بعتذر منك، لانه البوتوكس مستحيل ينعمل غير بالابرة، ولهيك ما فينا نشتغل للمريض من دون ما يشوفها. بده يشوفها اجباري، معك حق. ليكي جيهان، تعي شوفي شو كاتبين. الاشخاص الذين يعانون من الام الحب يعيشون لفترات اطول. انت معناته من المعمرين ها؟ ايه. بالمناسبه انا المدربة الاجتماعية تبعه، اسمي جيهان. تشرفت فيكي. نحن زملاء يعني. شو فينا نبلش له بالبوتوكس فورا ولا في شي مشكله؟ ابدا ما في مشاكل، فينا نبلش فورا. حبيبي حاج تطلع حواليك، هالكافيه تابع للجامعة، مين اللي رح يشوفنا؟ الوضع مو سهل، خايف أخي يشوفنا سوا. بابا بيشوفني وأخي بيشوفني، وبعدين معك، معقول أنا مصيبة لهالدرجة؟ إيه بس أنت أجمل مصيبة شفتها بحياتي. أمير بكفي، ما عم نقدر ننبسط بعلاقتنا بسبب الشغل ومشاكله. خط فتون لساته مقفول. ألين؟ عن جد أنت قديشك طموحة؟ وقت تفكري بالشغل بيضيع عقلك. بزنس ومن ناجحة هيك بيسموني. اللي ريهام ما خبرتك شي؟ خطة مقفول. ما تخاف أبدا، أكيد فتون رح ترفض طلبه لجان، متأكدة.
بعتذر منك كثير. جان بيك بعت معي هي لحضرتك، رح يروح جولة بالقارب وبده اياك تكوني معه. ايه تمام، بس انت مين؟ انا بشتغل بالاستقبال بهذا القسم، بس المدير قال لي حطي كمامة لما شافني مرضانة وعم اسعل. ايه طيب يلا يسلموا يسلموا. لك رولا سمعتي؟ قال انا وياه رح نروح مع بعض جولة بالقارب. ورجيني. مريم صدق معناها اجى لهون ليعترف بحبه الي اكيد. طولي بالك. عم قلك هيك مشان ما ينتزع الماسك تبعك. ايه صح. يلا يلا بدي روح معك كمان، ماني تاركتك لحالك، بتفرج عليكم بالسرقة. ماني على سكتي يا رولا، انا وجانو بالقارب كمان. يلا بسرعة. قلت لها اني بوثق بخبرتها. ايه بس اذا بدها تشربني حبوب كنا بنجيبها من الصيدليه وبيمشي الحال. قلبي عم بيقول لي انه رح ينصبوا علينا، شو جابنا على هذا المكان؟ انت قديش بتشيل هم المصاري؟ ما تعبت موزو؟ كل شيء جاهز، صار فينا نبلش. الفريق جهز الغرفه، لو سمحتوا تفضلوا لجوا. طبعا بالاول تفضلي انت دكتوره. انا رح اقوم. تعال. لا شيهان تفضلي، ما بيصير من بعدك. بس رح حاكي كلمتين، تفضلي. موزو. شو يعني خوف؟ يا ربي. انت لازم تواجه خوفك، البوتوكس بينخاف منه هلا. مو خايف من البوتوكس لانه اساسا ما بعرف شو هو، بس انا بخاف من العيادات بشكل عام وبتحسس من ريحتهم. فيك تفهمني بالضبط شو هو الشيء اللي كثير بتخاف منه بالعيادات؟ بخاف من الفاتوره العاليه، هدول العيادات بحسهم مخصصين للاغنياء لانه بينصبوا فيهم كثير وبيدفع الواحد يلي فوق واللي تحته. اترك لي الفاتوره هلا، بدي اياك تاخذ نفس عميق. اسمع، نعمل البوتوكس اليوم لحتى ايديك ما تعرق وريهام تصير تحبك، وبعدين تمسكوا ايدين بعض وتكملوا حياتكم. حامسك ايدها ونمشي ورح نعيش احلى عيشه. شو هالبوتوكس هاد؟ لك شي حلو كتير هذا اللي اسمه بوتوكس. مستعد كرمالها، اعصر الحجر وطالع لمي لتشرب. وقفت على البوتوكس. ما هو البوتوكس؟ دكتورة تعي الوقت مناسب. يلا يا بطل بدنا نبلش. ابري. دكتورة؟ نعم. المسكين غمي. شو رأيك طالما هيك نشق له كل الأبر وهو غمية؟ ايه بيكون أحسن. يلا. ليش ما اتصلوا لهلا؟ إذا بتحب بدي أقول لهم على الغرفة، رح أتصل وأسأل عنها. يلا يلا اتصلي خلينا نفهم. خلاصي. ألو؟ مرحبا، يعطيكم العافية. ممكن تعطيني غرفة الأنسة فتون تاش لو سمحت؟ طلعوا؟ طلعوا ما؟ عن جد عم تحكي؟ طيب شكرا كثير. معنا بالغرفة. قال لي طلعوا على البسكليت يعملوا مشوار. بسكليت معقول؟ ايه. قال إن ما رح ترجع اليوم للمساء. المساء لترجع؟ لا هيك ما حيمشي الحال، شو عم تلعب معي هاي البنت؟ أحسن ما تلعب أنت بأمير بيك. العب بأمير بيك؟ جان بيك مبين إنه المخلوقة مو حابة تشوفك، ليش ما منتصل بأمير بيك يجي لهون ياخد ويعطي معه ونروح نحنا؟ بما إنه جيت لهون ما بروح بلا محل القصة. من وين بدنا نستأجر بسكليتات؟ تعي تعي لنشوف. جان بيك هلأ معقول رح تلاقي فتون بغابة كبيرة مثل هالغابة؟ هالطلعة بلاها برأيي. طريق البسكليتات واحد ولهيك منلتقي فيهم هنن وراجعين. هيك انت بتشوف؟ البسكليتات اللي عندهم غريبة كتير، بس شو بدنا نساوي؟ ما في غيرهم. ليك من الأول ما فيني سوق بسرعة. عم فكر نتسابق. ما خرج. Thank you.
ليش وقفتي؟ ليك هالمكان مرة قريت عنه بالمجلة، فينا نوقف هون شوي بس؟ طبعا فينا نوقف، قريتي عنه بالمجلة وما نسيتي مثل العادة ما هيك؟ بس ليكي انتبهي لأنه هذا منحدر وكتير بخوف. ما يهمك. هي اسمها صخرة العروس، قال سموا الصخرة بهالاسم لأنه بتشبهها. أنت بتعرف قصتها مو هيك؟ لا ما بعرف شو هي، خبريني إياها، أنا بحب هيك قصص. أوكي رح خبرك. قال في بنت حلوة كتير بتعيش هون بأقوى، بس ولا مرة طالعة منها. وقال بيوم من الأيام في واحد غريب إجا على أقوى، هو قبطان ولف الدنيا كلها بالسفينة، ما في أقوى منه. وهو لهداك الوقت ما كان في عنده حبيبة، بس لما شاف بنت أقوى وقع بحبها وعشقها. طبعاً البنت حبته كمان، وبعدين قرروا أنه يتزوجوا بعض. القبطان طلب البنت من أبوها، بس أبوها ما قبل، قال ما بيعطي بنته لغريب أبداً، ولهيك قرروا يهربوا مع بعض. خلص بلاها، هلأ بتمل من القصة طويلة. شو هالحكي ما رح مل كملي، حابب أعرف النهاية. وبعدين البنت الحلوة لبست فستان العرس وراحت على الشط ونطرت القبطان مثل ما اتفقوا هي وياه. إيه بس نطرت ساعات وأيام وهالقبطان ما كان يجي أبداً. البنت زعلت منه، بعدين قالت إذا ما رح أتزوجه يا بدي طير يا بدي أتحول لحجر، وبعدها تحولت لحجر. بتزعل مو؟ يعني هي مزبوط بتزعل، بس برأيي نمشي من هالمكان فوراً بلا ما نندم أو يصير شيء. بس لسه ما لقينا فتون. مو مشكلة، خليها هي تلاقينا، أنا ما عاد مهتم كتير، تعبت.